السلام عليكم ورحمة الله، مهندس عمر سليم. أول شيء بسم الله، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر عمر مهندسنا الكبير مهندس عمر سليم على الفرصة السعيدة اللي أعطاني إياها إني أن نشارك معلوماتي البسيطة جدا في لايفز بيم عربية. بصراحة أنا من تلاميذ مهندسنا عمر سليم من زمان، من متابعيه من زمان، ويشرفني بصراحة أنه نكون من بين الناس اللي اختارهم المهندس مشان يشيروا النولج. حتكلم، تسمح لي مهندس عمر، حتكلم عليك شوي لأنه أنت من الناس ما شاء الله عليك اللي احنا شايفين أنه مخصص وقتك الكامل ولو لدقيقة ولو لدقيقتين في نشر العلم. يعني من ما شاء الله فيديوهاتك اللي تنشرهم على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، في قناتك الخاصة أو سواء في قناة بيم عربية. المتابع لك من زمان يحس أنه مهندس عمر سليم ما يضيع ولا دقيقة في نشر العلم وطلب العلم. يشرفني شرف كبير أني نكون من الناس المشاركين معكم، وأنتم كلكم أساتذتي. بصراحة اليوم اختيار الموضوع هو اختيار صعب، وانا شايفه شخصيا من الاشياء لمعظم الشركات، خصوصا الشركات الحديثه في البيلدينج انفورميشن موديلينج انفايرمنت، هي من الاشياء اللي جدا فيري كومبلكس. انا نعتبره شخصيا هو القلب النابض للبيلدينج انفورميشن موديلينج، موضوع اليوم. من دونه وي كان ساي ذير از نو بيلدينج انفورميشن موديلينج ورك فلو. هذا الشيء يسمى الكومن داتا انفايرمنت، وانا اخترت يكون كلامي عفوا على الكومن داتا انفايرمنت بيزد اون ذا ايزو 19650 بارت 1 اللي هو الانترناشونال ستاندرد. وراح نعرف خلال محاضرتنا الاولى والسيشن 2 سيشن 3 ان شاء الله، هل الكومن داتا انفايرمنت بروسيس اور تول، او الاثنين مع بعض بروسيس اند تول. خلينا نشوف الكونتنت تاع اليوم اللي راح يكون عندنا سمول انتروداكشن، واكيد قبل ما نحكي على الكومن داتا انفايرمنت راح يكون عندنا حديث بايجاز عن الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم او ما يسمى بالاي دي ام اس. حنشوف شو سلبياتها شو ايجابياتها، شو قادرين نستفاد بالاي دي ام اس، شو الاشياء السلبيه اللي نقدر نتعرض لها في استعمال اي دي ام اس، مع ان يظل ما فيش اشياء سلبيه الا قليله جدا ما راح تبين مع مقارنه بالسيستم الكلاسيك سيستم. حنعطي تعريف الكومن داتا انفايرمنت، اكيد بيزد اون ذا ايزو اللي هو 19650 بارت 1، وراح نشوف من المسؤول عن خلق او كرييت the CD، ومن هو المسؤول عن managing the CD later on. كذلك راح نتكلم عن CD process والnaming convention. أنا أفضل أني أتكلم عنها في sessions الباقية اللي هما جايين session 2 session 3، لأنه naming convention بصراحة راح تتفهم أكثر في التطبيق أكثر منه في النظري، وأكيد راح يكون based on the ISO 19650. راح نتطرق نشوف شو سي ديز اللي موجودة في الماركت، نعمل مقارنة بسيطة للأسعار، نعمل مقارنة بسيطة للفيتشرز اللي موجودة في كل سي دي، وما هي سي دي الأنسب لكل شركة سواء في بدايات البيلدينج انفورميشن موديلينج امبليمنتيشن، وما هي السي دي الأنسب اللي تنتقل منها من كمبتدأ إلى little advanced، وما هي CD الأنسب إلى very advanced level. وحيكون عندنا أكيد comparison ما بين 3 CDs خلال session 2 session 3 اللي هما Trimble Connect، البيم سينك، بس أنا أظن أنه راح أروح مع الستريم بيم اللي هي CD من دولة النرويج، ورح نتكلم ايضا على الاول بلان بيم بلس. احنا عارفين وكلكم عارفين اكيد بحكم الخبره اللي عندكم انتم، اكيد ما شاء الله اكثر مني خبره، انه
غالبا الكوميونيكيشن او الداتا شيرينج تعتبر من الاشياء اللي هي فيري كومبلكس، وين لازم فعلا وبأمر جدي we have to handle it in very structured way. لأنه في أغلب الحالات مهما كنت professional أو مهما كنت منظم في شغلك في نقل الداتا أو في الكوميونيكيشن اللي هي communication channels اللي عندك في الشركة، أكيد رح يكون عندك lack وأكيد رح يكون عندك drop. والمشكل حالياً اللي عنا أو المشكل اللي نواجهه يعني يومياً هو مش مشكلة الهاوس كيبينج أو وين نحط أو وين نخزن الفايلات أو الدوكيمنتس في مكان معين محفوظ، عارفين أنه هذا الستوريج وين أو الهاوس كيبينج تاع الفايلات. لا، المشكل أنه ممكن very single information قادرة تسبب لنا مشاكل مستقبلاً وتودينا حتى إلى فسخ العقد أو حتى الليتيجيشن يعني. وهذا نقدر نطبق عليه نظرية الباترفلاي إيفاكتس. الباترفلاي إيفاكتس أنه تبدأ بمشكل بسيط جدا في بداية المشروع وتنتهي ممكن بخسائر بالملايين وخسائر في الوقت بالأشهر ولما لا بالسنوات. طيب in general وإحنا عارفين هذا شيء جدا يعني عارفينه مليح، أنه في الـ early stages of each project الـ involved stakeholders رح يكونوا يعني قلال جدا، يعني خلينا نحصرها في الـ client، الـ general contractor، الـ project manager، ممكن خلينا نقول owner representative، مع أنه الـ client في الـ ISO يسمى the appointing party. الكوميونيكيشن أو الشير داتا اللي راح تكون ما بين ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أطراف it will be very less, it will be less complex. يعني مش راح يكون that much of emails, that much of مراسلات, that much of communication, راح تكون very few. في الحالة هذه يعني يعتبر الأمر بسيط، يعني نقدر نتحكم في حركة المعلومات في تشير الداتا ما عندناش مشاكل. بس وانتم ملاحظين هذا واكيد عشتوه زي ما عشناه، يعني انه كل ما تقدمنا في مراحل المشروع او البروجكت ستيجز راح نشوف باللي مور ستيك هولدرز ات ويل بي مور انفولفد، ناس كثير راح تدخل في المشروع وراح يكونوا مور انفولفد وراح يكون تاثيرهم واضح في المشروع، وين لازم نحن كممثل المالك أو ككونسلتنس أو مين كونتراكتر we have to share every single information خاصة بالمشروع مع الناس اللي هم دخلوا جداد معنا في المشروع. وهذا بطبيعة الحال رح يزيد يعقد شبكة أو الكوميونيكيشن عفوا نتورك. وأكيد كل ما تقدمنا في المشروع رح تزيد تعقد أكثر وأكثر، وكل ما تقدمنا في المشروع رح تصير عنا فعلا خلينا نقولها بين قوسين فوضى و it will be chaotic، يعني راح تأثر فعلا على حتى إنتاجية البروجكت تيم ممبرز، وراح تأثر حتى على بطبيعة الحال على all the project stakeholders. طيب شو الحل؟ الحل يقول إنه having a virtual and centralized project room، وأنا أركز مليح على الكلمة هذه centralized project room اللي هي حتكون centralized. It means حركة المعلومات زي ما شايفين هنا it's not centralized في آخر صورة، هذه it's not centralized يعني هذه فوضى في حركة المعلومات أو في الداتا sharing أو حتى في الكوميونيكيشن. بس centralized في الحل هذا أو في الجملة هذه هو عرف كيف يختار الكلمة اللي قال centralized، لأنه إذا كان الأمر centralized وكان عندنا core في كامل الأشياء وحتى في حياتنا الطبيعية، يعني إذا كان عندنا شيء كور حيكون كمرجع لنا في حياتنا، يعني أكيد الأمور رح تتنظم ورح تصير بشكل وين نحن نشوف باللي فيه تحسن في حياتنا أو حتى في شغلنا بصفة خاصة. طيب بيقول لك having what's the solution، أكيد having a virtual centralized project room can solve much of the communication and data sharing issues.
عفوا يعني so we call this centralized project room. مش نسميها هذه الـ centralized project room, it's called الـ common data environment. طيب بصراحة ما نقدرش نتكلم على الـ common data environment قبل ما نعدي ونتكلم على الالكترونيك document management system. راح نتكلم على السريع فقط على الالكترونيك document management system. أعطيكم مثال بسيط عن موظف مسكين جالس في مكتبه وعنده يعتبر document controller, نسميه document controller, وين عنده المراسلات, المخططات, الارفايز, البريد الوارد, البريد الصادر مصفوف عنده في الخزانة, منظم مرتب كذا يعني, ومسكين هو شايف انه عامل management للdocuments. وبصراحة يعني هذا الإنسان يعني يائس من 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 يعني يائس من طريقة شغله بصراحة. وإحنا شايفين إنه غالباً في الكلاسيك واي إنه الناس هم الدوكيمنت كنترولر اللي يشتغلين بالكلاسيك واي, خلينا نقول وركز على كلمة كلاسيك واي, دائماً تصير عندهم مشاكل. أعطيك مثال بسيط. فرضاً في مراسلة بسيطة جداً اللي لازم تتحرك مثلاً من مكتب الدوكيمنت كنترولر إلى السيو, قادر خطأ بسيط في في المراسلة سواء تاريخ أو حتى عريضة قانونية, خلينا نقول قادرة هذه العريضة القانونية اللي تاريخها مش صح قادر يودي المشاكل الكبار. أو حتى لو عرف أنه الدوكيمنت اللي أرسله للسيو على سبيل المثال في خطأ في التاريخ, يعود يتصل ويعود هذاك السائق يعود يرجع, يعني أنتم شايفين خسارة وقت وممكن ما يصلش الدوكيمنت في الوقت, وممكن السيو يزعل على الدوكيمنت كنترولر وحيصير الأمر مش منظم, بس في دوكيمنت واحد صار عنا 5 أو 6 مشاكل. لذلك إلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم, أو خلينا نقول ديجيتال واي أوف كنترولين ذا دوكيمنت, رح يسهل علينا أمور كثير جدا. على سبيل المثال نقدر نرسل أو نرسل الدوكيمنت, خلينا نقول هذا اللي هو for the assigned person أو الشخص المناسب, بمجرد ما نرسل حيكون إلكترونيك أكيد, بمجرد ما نرسل الدوكيمنت عندي الأوبشن أني نكنسل الإرسال, وراح نشوفه هذا أكيد في الكومن داتا إنفايرمنت بلاتفورم اللي حيكون فعلا أنا متشوق أني نشير معكم معرفتي في هذا السي دي. راح تشوفوا كيف تقدر تعمل ريفوك لأي دوكيمنت أرسلته مثلا, ظهر لك من بعد أنك لا أخطأت في إرسال الدوكيمنت. طيب شيء بسيط جدا, الإلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم قادر يوفر عليك ستورج إيريا. مش ضروري يعني تكون عندك مخزن وأوراق وكذا معرضة للحرائق الأكسيدنت, قادر معرضة لليك المي وكذا إكسترا. الإلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم تقدر استفاد منها من حتى يصير عندك اندكسينج واضح بالنيمينج بالكود بالريفيجن نيم بالاي دي, يصير الامر مرتب عندك, يصير عندك كامل الدوكيمنتس سكاند. يعني راح تتخلص شوي شوية من حكايه الهارد كوبي, راح تنتقل شوي شوية من الهارد من الاوراق او الهارد كوبي سيستم او الاوراق الملموسه خلينا نقول او الفايلات اللي هي متجمعه عندك في المكتب الى شيء مور ادفانسد which is كلاود بيست, which is يعني تقدر بكبسه زر تتحكم في هيوج نمبر اوف فايل فايل شيرينج بروسيس. أضيف إلى ذلك أنك راح يكون عندك تربح الوقت, يكون عندك more control على الدوكيمنت اللي توصل لك, more control على الدوكيمنت اللي ترسلها للناس. لذلك الإلكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم it's the digital way اللي فعلا تسهل شغل علينا نحن كمهندسين وعلى بصفة خاصة وعلى all professionals بصفة عامة. طيب شو راح نستفاد نحن أو what can I do with EDMS؟ طيب إذا حبيتوا يعني باش مهندسين لو سامحتوا تاخذوا نقاط, هذا مهمة جدا لأنه راح نشوفهم نقطة نقطة في الـ في الوركشوب إن شاء الله سيشن 2 سيشن 3, وراح تشوفوا فعلا يعني هذا الشيء اللي تشوفوه كنظريا أو ككلام مجرد كلام راح يطبق فعلا وفي الواقع, وراح ناخذ تكون عندنا كيس ستادي اللي نحن طبقناها في شركتنا كمتطور وطبقناها وفعلا استفدنا وربحنا وقت كثير. يقول لك centralize and organize all documents in any format, ممتاز جدا لأنه راح تكون عندك في مكان واحد
كامل الفايلات كل الدوكيمنتس بكامل الفورماتس ريفيت تيكلا بي دي اف اكسل وورد اوتوكاد يعني صريح العباره انت الريفيت والاوتوكاد يعني قادر تجمعهم اوكي عندك في الكمبيوتر وكذا بس يعني تقدر تجمعهم في نفس المكان يكون عندك فيور موحد لهذا بالكامل هذا شيء بصراحه شيء ممتاز وشيء شيء يعني ثوري خلينا نقول ثوري الانسان ينسى الانسان ينسى الانسان يقدر ينسى يقول لك والله انا مش متذكر البارح شو تعشيت احد تقول لي انت شو ارسلت دوكيومنتس قبل سنه لا الاي دي ام اس يعطيك البوسيبيليتي انك تعمل تريس ذا هيستوري اوف اول دوكيومنتس ان شاء الله حتى عنده الف السنين لانه راح يكون اورجنايزد باي كودز باي نيم باي فيرجن وراح نشوفوها كامل مع بعض ان شاء الله اورجنايز اكستشينج ورك فلوز وهذه مهمه جدا يعني الاكستشينج اوف انفورميشنز راح يكون ويتم بطريقه معينه باي ما يسمى بالفولدر بيرميشن انت حتعطي بيرميشن كل شخص واحد عنده اكسس فرضا عندك فايل نمبر 1 فايل نمبر 2 فايل نمبر 3 انت تقدر يو كان اساين بيرميشنز لكل فايل يعني عندك التكنيكال ديبارتمنت عندهم البيرميشن للفايل 1 بس ما عندهمش بيرميشن للفايل 2 اند 3 يعني حيصير عندك مور كنترول يعني مش اي واحد يشوف المراسلة فرضا نعطيك مثال بسيط قادر أنت ترسل مثلا ترمينيشن الواحد لشركة معينة في شركتك أو في ديبارتمنت معين عفوا يشوفوا الناس باللي ترمينيشن دخلت من الباب قادر الناس كل تعرف في نفس الوقت لأنه ما فيش يعني خلينا نقول سرية في الموضوع بس when you organize your workflow يقدر اتصالك الخاص بينك وبين الشخص المعين حاب توصل له معلومة سرية you can do it in EDMS you can do it by organize and exchange workflow وحنفهم هذا بعد ان شاء الله في الوركشوب you can زي ما قلنا ensure internal and external confidentiality يعني اي شيء confidential يعني سواء external مع suppliers مع fabricators مع external stakeholders وين تأثيرهم بسيط على المشروع او internal ما بين الinternal team you can manage the entire life cycle of documents منين يطلع من 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 عند الكونسلتنت حتى يوصل حتى الفاسيليتي مانجمنت يعني وحنشوف هذا اكيد هذا نفس الشيء مهم جدا وي كان هاندل ذا فيرجنين ريفيجن اند ستاتوس وهذا راح نربطه مش مهندسين راح نربطهم بعد كتطبيق بشيء يعني خليني نقول هو يعتبر من الاولويات في الكومن داتا انفايرمنت اللي هو النيمينج كونفنشن وخصوصا يعني انا نركز على الكلمه هذه الميتا داتا حنربط الهاندل ريفيجن اند ستاتوس بالميتا داتا اللي هي تابعه النيمينج كونفنشن يو كان اكسس ذا دوكيمنت باي سيرشين فور تكست كلاسيفيكيشن سهل انك تدور على دوكيمنتس في 5 ثواني تطلع الدوكيمنت اللي تحبه انت يو كان فيو ثرو فيورز عندك adapted viewers تقدر تشوف بيها viewer عفوا تقدر تشوف بيها PDF تشوف بيها word excel تقدر تغير حتى أو تعطي ملاحظات على الدوكيمنت itself من دون ما تأثر على الأوريجينال فايل وهذا كامل راح نشوفه أكيد في الworkshop التطبيقي يمكن تعمل classification تقدر تعمل answering تقدر تعمل you can fulfill lot of questions عفوا من طرف المقاول من طرف الاستشاري من طرف السب كونسلتنتس من طرف السبلايرز and you can validate you can give approval you can and distribution يعني وهذا يتم في الفور انفورميشن كونتينر اللي موجوده في الكومن داتا انفايرمنت and you can manage alerts and subscriptions وهذه نحكي عليها في بما يخص اللايسنس and الالرتس the notifications and etc وزي ما شايفين في السكيما البسيط هذا انه يوضح لك شو معناه الايديا ماس طيب ليش انا تكلمت على الايديا ماس بصراحه لانه انا شايف انه الكومن داتا انفايرمنت هي جزء من الايديا ماس او تعتبر ايديا ماس خليني يكون more accurate. The common data environment هي EDMS. طيب
based on the ISO 19650 part 1 يقول لك هي agreed source of information for any given project or asset. Agreed source يعني ال common data environment. فرضا احنا في شركتنا قال والله خلينا نستعمل بيم 360، لازم كامل الأطراف، خلينا نقول كامل الديزاين تيم يكون متفق على أنه الـ Common Data Environment ابتداء من بكرة هي البيم 360، مش يعني نص التيم اشتغل في البيم 360 وأخونا الثاني ما زال يرسل لي إيميلات عادية ويبعث لي في الإيشيوز، يبعث لي في الأرفايز في الإيميل، يقول لي ليش ما رديت عليها. والأسوأ والأسوأ واللي هو يعني ممكن أنتم شايفينه، يبعث لك Official Document في الواتساب، وهذا بالفعل هذا شيء bleeding unprofessional زي ما يقولوا، يعني بصراحة شيء متعب ومرهق. اللي لازم نتفق، خلينا نقول إن شاء الله حتى kick off meeting، يعني it's up to you، يعني it's up to you كشركة، تحب تعمل kick off meeting، تحب تعمل إعلان، تحب تعمل مثلا training days، وفي نهاية training days تقول لهم يا جماعة خلاص من اليوم حتكون هذه common data environment. المهم لازم تكون a great source of information win for collecting, managing and disseminating each information container through managed process, through a managed process. خليني ركز على نقطة مهمة جدا هنا، أنه إذا شريت سي دي أو شركتكم فرضا قلت لكم يلا تفضلوا هاي لكم الفلوس وجيبوا لنا سي دي للشركة، سي دي لما تجيبها للشركة مش وحدها تعمل لك مانجمنت للفايلز، تعمل لك فولدر ستراكشر لوحدها، وتعمل لك مثلا استراتيجي لوحدها، لا. السي دي في الحالة هذه اتس تول، هي وسيلة مشان تسهل عليك الشغل، تمام. ولما تخلق أنت استراتيجي الخاصة بك في الشركة تصير بروسس، يعني في الحالة هذه نقدر نحكم على سي دي إنها تول أند بروسس. مرات تكون tool، مرات تكون process، بس في أغلب الحالات it's tool and process. في الحالة هذه it's a tool، يعني تعتبر جماد، خليني نقول بتعبير إذا أنا ما أخطأتش تعتبر جماد، بس إذا أنت ما استغليتش CD في الطريق الصح وما كانش عندك clear path and خطة معينة and process واضح، information delivery manual واضح، مستحيل CD هتعمل لك يعني تعمل لك الحلول تحل لك المشاكل. يعني زي ما يقول المهندس عمر سليم، يعني كلمة يعني من الأشياء اللي نذكرها قالها، قال يا جماعة ما تقولوش الريفيت هو البيم، قادر إذا كان قادر الوورد يشتغل لك بيم خلاص أنت شغال بيم بالوورد. يعني هذه نذكرها يعني في أحد المحاضرات اللي ألقاها وبقت في راسي الكلمة هذه، يعني السي دي تعتبر بروسيس أند تول في نفس الوقت، ومرات نغلب البروسيس على التول ومرات نغلب التول على البروسيس. من المواقع الجميلة جدا وأكيد ما يخفش عليكم اللي هو البيم ديكشنري، اللي يعتبر مرجع لنا بالكامل، محرف الكومن داتا انفايرمنت، هو ماخذ من الايزو 19650 أكيد، بس يقول لك أنه Common Data Environment CD includes CD solution and CD workflow, and this CD workflow organizes the flow and management of information across the whole life cycle of an asset across four information container states. هذا من الفور information container states راح نشوفهم أكيد بعد شوي، بس حبيت نأكد أنه قال CD includes CD solution and CD workflow، يعني CD as tool and CD as workflow. وتكلم قال نقطة ثانية، قال CD solution is server based or cloud based. غالب السي ديز حاليا هم يعتبروا cloud based and server based، وأنا اخترت تعمدت أني نختار إن شاء الله كسي دي في الوركشوب اللي هو Trimble Connect، لأنه هو server based و cloud based في نفس الوقت. وأنا أتمنى أنكم هتستمتعوا بالوركشوب إن شاء الله في session 2 and 3 with database management, transmittals, issue tracking and related capabilities that support the CD workflow. هذا تعريف السي دي. خليني بس نمشي بسرعة مشان ما يكونش الأمر ممل ونظري أكثر من اللازم. شو الكي فيتشرز أند بينيفيتس أوف سي دي؟ طيب النقطة الأولى يقول لك document management، يعني you can do a management، تقدر ترتب كامل كل أنواع الدوكيمنتس اللي قادر توفر عندك في مكان واحد، drawings, models, عقود، تقارير،
تندرز، خلينا نقول تكنيكال داتا شيت، أي شيء، أي دوكيمنت مهما كان عنده علاقة بالمشروع تقدر تخزنه في مكان معين ويكون عنده مانجمنت خاص به ويكون accessible for all the project or the company members في أي مكان وفي أي يعني قدر حتى من التليفون you can access the CD. ورح نشوف بعد أنه أغلب CDs عندهم موبايل آب، يعني بصراحة رح تكون عندك CD في جيبك، يعني خليني إذا سمحتوا لي بالتعبير هذا رح تكون عندك CD في تليفونك وتقدر you can access the documents through your موبايل فون. طيب المراسلات، وصلنا لشيء وأنا متأكد إذا ما كانش ثقتي زايدة كثير، أنا متأكد 99%، خليني أقول 90%، أنه أغلبنا اللي حاضرين في المحاضرة اليوم جدا ممل أمر إرسال الإيميلات، إذا توافقوني الرأي أكيد إرسال الإيميلات شيء ممل جدا بصراحة، أنا بصراحة شخصيا ممل عندي إرسال الإيميلات. طيب السي دي رح يوفر عليك. طيب خصوصا الإيميلات اللي هي ريبيتيتيف فيما يخص مثلا، أعطيكم مثال، بعد ما تعدل ground floor drawings وخلاص خلصته راح ترسله، عملت له revision وراح ترسله لل خلينا نقول site engineer، لازم تعمل له upload في الإيميل وتعمل له إرسال، وقبل ما تعمل له إرسال تكتب please engineer find this وترسل. يعتبر process، هذا يعتبر process والناس يثاقلوا مشان يعملوا يعني الاوبريشن البسيط هذا. سي دي راح يوفر عليك، سي دي راح يوفر عليك لانه حيعمل خليني نقول مراسله داخل السي دي للاسايند بيرسون والايميل حيوصل له اوتوماتيكلي، مش ضروري تكتب ايميل. يعني اذا ما انتبهش للسي دي نوتيفيكيشن 100% راح ينتبه الى الايميل اللي راح يوصل له، والايميل راح يكون بس نوتيفيكيشن، وبطبيعه الحال الايميل راح يكون فيه بعده شو محتوى المحتوى خلينا نقول المراسله اللي ارسلت فيها بالسي دي، وراح نشوفها هذه كامل دوكيمنت مانجمنت الكورسبوندنس راح نشوفها بالكامل في الورك شوب. تمام. عندك شيء ثاني اللي هو بيم كولابوريشن. بيم كولابوريشن اكيد راح يكون عندنا سي دي، يعني حاليا اغلب السي ديز اللي راح نشوفهم ان شاء الله وخصوصا اللي حنتكلم عليها هي تعتبر ك بيم كولابوريشن بلاتفورم، وين حتتم حتكون عندها اي اف سي فيور وكامل سي ديز يعني هما اي اف سي فيور باي ديفولت. شغله تعلمتها يعني او نبهني عليها واحد سبيشاليست او من الناس اللي طورت تريمبل كونكت، عندهم إكستنشن في ريفيت ورح نشوفها أكيد، عاملينها متعمدين هذه الإكستنشن اسمها فايل أبلودر. فايل أبلودر بمجرد ما تخلص شغلك كريفيت إذا ما عملتوش أبلودر في البلاجين اللي موجود في الريفيت مستحيل the project team يقدروا يشوفوا الريفيت موديل اللي موجود في السي دي اللي هي تريمبل كونكت. يقدر يشوف الاي اف سي عادي لانه اي اف سي باي ديفولت از اتس شيرد، يعني تقدر تشوف، بس النيتيف موديل اللي هو ريفيت مستحيل راح تقدر تشوفه في سي دي unless تعمل له publish or share. تمام. وراح نشوفها اكيد هذه. اغلب السي ديز زي ما قلنا عندهم بلجينز فور ذا اوثورين تول سوفت ويرز، تريمبل كونكت او البلان بيم بلس، بيم سينك، خليني نقول شو البلاتفورم الثاني، ستريم بيم، لا ما عندهم ستريم بيم، يعني البيم 360 أكيد. أنا نجد بنتكلم على بيم 360 لأنه راح نشرح لكم ليش. يعني عندنا كذلك الورك فلو مانجمنت. الورك فلو مانجمنت أنت كمسؤول عن السي دي ورح نعرفه مين هو المسؤول عن السي دي، راح تكون عندك مانجمنت للورك فلوز خصوصا في الفايل شيرينج اوبريشن. في شيء يسمى الفولدر بيرميشن، وهذا راح بصراحه كاذا تعودنا عليه في السي دي راح نستمتع كثير وراح نرتاح لدرجه ما تصورش، راح نشوفه اكيد. شيء ثاني وش عندنا، عندنا انسبكشن اند تشيك ليست، يو كان كرييت تشيك ليست. شوفوا في النقطه هذه في عندنا سي ديز، نحن نحكي على انسبكشن وححكي على تشيك ليست. في CDs
جدا 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 قوية في السايت، وراح نشوفها أكيد، وراح نشوف كيف نستعملها في السايت. وفي سي ديز تسمح لك أنك تعمل تشيك ليست في الكواليتي كنترول سواء في السايت أو في الديزاين فيز، سواء في الكونستراكشن فيز أو في الديزاين فيز. وفي سي ديز عندهم الأوبشن أنك تعمل كواليتي كنترول باي كرييتنج تشيك ليست أو شيء ما يسمى بال ستيتشوس. راح نشوفها مع بعض، هذه ممكن شوية مبهم الأمر اللي حكيته، بس راح نشوفها بعد شوية إن شاء الله. وعندنا أكيد reporting and insights، راح يكون عندك إذا حبيت تسوي أو تخلي الأمر more professional more يعني presentation يكون يعني خلينا نقول more clear، أو إذا كان عندك presentation للسيو أو مجلس الإدارة راح يكون عندك أغلب CDs موفرين graphical dashboard وين تتبع الإيشيوز، وين سكرت الإيشيوز، وين الإيشيوز were closed ولا in progress ولا withdrawn ولا whatever. يعني أغلب CDs عندهم dashboard، ورح نشوف كيف نصدر الداشبورد إلى PDF and so on. وأخيرا في الهاندوفر and to operation and facility management. هذا بالنسبة للفاسيليتي management. احنا كفام هولدينج عندنا ما يسمى بالبروكيورمنت ديبارتمنت. البروكيورمنت ديبارتمنت يتعاملوا كثير مع السب كونسلتنتس، سب كونتراكتورز، سبلايرز اند سو اون. كمطور عقاري يهمني جدا، لانه من بعد عندي الفاسيليتي البيلدينج اوبريشن او ما يسمى ب خليني نقول مش عارف أنا building operation phase، عندي ما يسمى technical data sheet لكل خليني نقول AC machine. في مراحل تسعير المشروع أو في مرحلة construction phase يصلوني أسعار أو يوصلوا للtechnical department أسعار. أنا يهمني جدا أنه المقاول اللي نخلص معاه يعطيني technical data sheet للشيء اللي راح يركب ليها في السايت. هذا التكنيكال داتا شيت راح نربطه اوتوماتيكلي مع الموديل، ويكون هذا الموديل شيرد ويذ اول بارتيز، سواء تكنيكال او مع فاسيليتي مانجمنت تيم او سواء مع سبلاير. لانه التكنيكال داتا شيت انا نعتبرها من الانفورميشنز اللي لازم تكون في الموديل في نهايه او في الهاندينج اوفر، لاني نحتاجها من بعد في، وراح نشوفها اكيد. اي شيء تسمعوه من عندي ان شاء الله راح نشوفه بالكامل في الورك شوب وكيف نطبقه فعليا في الواقع. واكيد راح نعطيكم كيس ستدي، حنتكلم على الكيس ستدي اللي احنا مطبقين عليها شيء هذا بالكامل. طيب السؤال، من هو المسؤول عن who's responsible of creating the CD and who is responsible for managing the CD. طيب the standard وش يقول باللي الـ client أو the appointing party هو المسؤول عن عمل أو establishing the CD. تمام، who's gonna managing the CD؟ أكيد مش appointing party. appointing party خلص سوى CD، تفضلوا يا جماعة، بس منو المسؤول؟ في مسمى وظيفي اللي هو الانفورميشن مانجر. وش يقول لك؟ يقول لك الانفورميشن مانجر هو the person responsible for keeping information secure. يعني secure هذه كلمة يعني تحتمل العديد من الـ يعني الاكسبلينيشن. updated current and synchronized، يعني أربعة keywords مهمة جدا في CD. يعني secure راح نشوفها إن شاء الله في الworkshop. updated وهذه مهمة جدا جدا جدا. updated من أي ناحية؟ يعني من أي ناحية updated؟ الناحية updated من ال naming convention، revision status، من ناحية who accepted or who revised the file، who rejected it، when، what time. لازم تكون updated، لأنه إذا ما كانتش الفايلات updated راح يكون عندك traceability يعني مش صح، يعني ما تقدرش تتبع الهيستوري تاع الفايل إذا ما كانش مسمى تاعه صح، إذا كان ما كانش updated يعني day to day، إذا ما كانش updated day to day. طيب ويكون synchronized. synchronized يعني بمجرد ما تفتح الصباح CD أو في نهاية اليوم CD بعد ما نخلص الشغل لازم نعمل
synchronization. لازم كل يوم synchronization لأنه synchronizing تحتنزل تحديثات عندك الكامل المشروع في نفس اللحظة. يعني أعطيكم مثال بسيط. synchronize وش تعمل؟ synchronize فرضا أنا شغال على فايل. الفايل هذا موجود عندي في اللابتوب، عندي في الفايل في اللابتوب. الفايل هذا نفسه موجود في CD في الكلاود. طيب بعد ما نخلص أنا الفايل هذا، بعد ما نخلص خليني أقول مراسلة بالوورد ريبورت، خلصت الريبورت، سيفت الفايل وسكرت الفايل وجيت طالع. طيب صاحبي في الجهة الثانية يعمل في سانكرونايز بس ولا شيء، ما عنده ولا شيء. ليش؟ لأنه أنا ما عملش سانكرونايز من عندي. يعني بمجرد ما نحدث الفايل من عندي وأعمل سانكرونايز راح يتحدث أوتوماتيكلي عند الأذر تيم ممبرز، وهذه راح نشوفها. وهذه بصراحة عملت مشاكل في الكثير من الشركات، مشاكل خليني نقول ماينر مش مشاكل كبار، بس الوقت بالنسبة لنا يعني احنا من الافضل انه ما نستهزاش بالوقت لانه وقت مهم جدا. لانه اذا انا ما عملت سانكرونايز اليوم وعملت بكره اني خسرت تقريبا 12 ساعه، وضيف الى ذلك 12 ساعه مع 12 ساعه مع 5 ساعات مع 6 ساعات راح المشروع تمام من ناحيه الوقت. لذلك المسؤول عن خلق السي دي هو البوينتينج بارتي، اند هوز مانجينج ذا سي دي هو الانفورميشن مانجر. ويقول لك بليز دو نوت كونفيوز وذ بيم كوردينيتور as information manager. information manager مسؤوليته واضحة جدا، والبيم coordinator أكيد وأنتم أعلم الناس في الشيء هذا، هو أيضا عنده مسؤوليته اللي هي واضحة جدا. تمام. CD أو قبل ما نستعمل أي CD لازم يكون عنا clear path، لازم يكون عنا طريقة واضحة، لازم تكون عنا خطة معينة. يعني مش أنت رح تصرف فلوس على CD ومن بعد تجيبها للشركة وتبدأ تفكر ها وش راح نعمل بكرة وش راح نعمل بالسي دي. لا، لازم كل شيء يكون مخطط له مسبقا، لازم تكون عندك على الأقل خطة إلى مدى قريب، على الأقل إلى مدى قريب. بس مش تختار السي دي، يعني خلينا نقول تختار سي دي من دون مرجع معين. يعني فرضا قلت لك الشركة أوكي والله مو بكرة لازمتنا نستعمل سي دي زي ما قلنا من شوي، تقول أنت يا يلا يلا خلينا نستعمل البيم 360. طيب wait استنى شوي، على أي أساس اخترت البيم 360 وأنت توك بادي في البيلدينج انفورميشن مودلينج امبليمنتيشن؟ على أي أساس اخترتها؟ لا خلينا نختار، والله خلينا نروح مع البنتلي بروجكت وايز. طيب استنى شوي أخوي، ليش رايح مع البنتلي بروجكت وايز؟ يعني وفي كلمة ثانية نذكرها قالها المهندس عمر سليم، يعني هو تكلم على LOD بس أنا راح نعكسها على اختيار softwares والبلاتفورم. هو قال LOD الكلاينت ما طلبش من عندك LOD 350 في بعض الأشياء. ليش تعمل LOD 350؟ ليش تقل عليك الموديل وتقل عليك مسؤوليات وتفتح عليك أبواب أصلا مش ملزم أنك تفتحها؟ أنا نعكس كلام المهندس عمر سليم الله يطول من عمره، احنا عكسه في اختيار البلاتفورمز والسي ديز. طيب كاين سي دي من سي دي، في بعض الفيتشرز موجوده في سي دي ومش موجوده في سي دي الثاني. وبطبيعه الحال كل ما كان سي دي اكثر اوبشنز واكثر سي ديز واكثر كوماندز واكثر كان مور سوفيستيكيت سعره راح يزيد. انت يا اخي هدي حالك وشوف شو محتاج حاليا، شوف أعمل دراسة الوضع شركتك الحالي. هل فعلا أنا محتاج بنتلي بروجكت وايز اللي هو يعمل $50,000 حاليا وأنا توني بادي في البيم؟ هل عندك التيم اللي هو خليني نقول اللي هو that much of people، يعني 100 أو 500 شخص اللي فعلا راح تدخلهم في البروجكت وايز؟ لازم يكون تفكيرنا يعني مبني أو قراراتنا تكون مبني على تفكير عميق صح. يعني الديسيجنز تاعنا ما يكونوش فقط لو عندي سي دي وخلاص. لا، سي دي لازم تختار، تشوف ثلاث نقاط مهمة جدا. أول شيء تشوف تقف في مكان معين في شركتك وتقول وين أنا حاليا، أنو فيز، أنو شو طبيعة شركتي. ديزاين فيز أوكي خلاص أنا في الديزاين فيز. بعد شو اليوزس، شو أهدافي أنا من البيم، شو هدفي أنا من البيم، شو الجولز،
طيب عرفت الجولز. طيب روح حاليا النقطة الثانية، روح حاليا شوف وين اليوزرز، أو هل عندك التيم المناسب اللي حيشتغل حاليا بسي دي اللي هو بيم 360؟ لأنه اختيار سي دي بصراحة it's very critical. نحن في بيم أو نحن في فام هولدينج كان عندنا فترة اللي هي اللوك داون، في فترة اللوك داون نحكي لكم هذه القصة البسيطة على السريع ونعدي، اسمحوا لي طولت عليكم. في فترة اللوك داون تقريبا أغلب الشركات أعطت خلينا نقول ديمو للسوفت ويرز من بينهم السي ديز لمدة 3 شهور 4 شهور. احنا استغلينا الوضع هذا بصراحة، استغلينا الوضع هذا وجربنا 5 أو 6 سي ديز كتيم ميتينجز تيم، وطبقناها على الشركة وشفنا احتياجات الشركة. جربنا التريمبل كونكت، جربنا البيم بلاس اول بلان، جربنا البنتلي بروجكت وايز، وكان بصراحة البنتلي بروجكت وايز سي دي رهيب جدا بصراحة، يعني فائق الخيال، راح نحكي عليه شوية ما بعد شوية إن شاء الله. جربنا البيم سينك، مع أنه البيم سينك في الأصل it's not سي دي بس تقدر تستعمله كسي دي. جربنا سي دي ثاني اللي هو بلان بيم، جربنا سي دي ثاني اسمه ستريم بيم. بعد ما درسنا وضعية الشركة من كامل الأطراف، كامل الديبارتمنتس، شو استعمالها حاليا، شو محتاج من سي دي حاليا، اخترنا سي دي اللي هو حنحكي عليه ان شاء الله في السيشنز اللي جايين. طيب so let's make our path very clear from the beginning. ما عنده حتى معنى تختار اغلى السوفت ويرز وانت مش راح تستعملهم صراحه، راح تضيع وقتك وتخسر الشركه في الفلوس، وراح تعطي صوره سيئه جدا على البيم تكنولوجي. طيب what is the CD process؟ What's the CD process؟ نعم طيب احنا قلنا في التعريف البيم ديكشنري انه CD هو ميل يتكون من for information container. طيب ال information container هي التسمية او based on the ISO للفايل، او الفايل يكون محتوى على informations like files, documents and so on. بصراحة أنا حنتكلم على السريع يعني على الموضوع هذا لأنه أغلبنا شفناه وأغلبنا مر علينا يعني أكيد، وأنا متأكد أنكم شفتوه بالكامل، بس أنا يهمني أكثر شيء أنه روح نطبق الشيء هذا في live، يعني نعمل practice يعني في CD ونشوف كيف الـ working progress يتم، ونشوف كيف يتم shared وكيف يتم publish والarchive. طيب الworking progress غالبا او السي دي يتكون من 4 information container: الworking progress, shared, published and archived. الworking progress يقول لك its information container exists in this state when the appointed party develops the design. يعني يعتبر الworking progress حاجة، خليني اذا سمحتوا لي بالتعبير هذا، تعتبر حاجة سرية internal. يعني الworking progress بتاع الarchitectural team خاص فقط بالاركيتكتشرال تيم، الوركينج بروجرس بتاع ستراكشرال تيم خاص فقط بالستراكشرال تيم، لا هذا يبص على هذا ولا هذا يقدر يشوف هذا، يعني اتس انترنال بيور انترنال. طيب الوركينج بروجرس اكيد حيكون عنده بيرميشن معين، بيرميشن لمين؟ اونلي فور ذا اركيتكتشرال تيم. طيب during the work progress راح تكون في quality control. على سبيل المثال في كتاب رائع اسمه mastering rivet software، خصوصا rivet 2018 والامازون طلع الاديشن تاع 2020 او 19، حاليا انا عندي 2018. بالنسبه للquality control او during the work in progress، الwork in progress بصراحه فيه شغل كثير قبل ما نعطي الابروف ويروح للشارد. checking اللي هو checking the quality أو quality control and assurance راح يمر بالعديد من البروسيدرز. في الكتاب هذا وش كتب لك؟ أعطى مثال بالريفيت